طيب رح أبدأ بزيت لوصفة اليوم. وصفة اليوم سهلة كمان، مكرونة. بس أحتاج زيت، بدي تستخدمي زيت زيتون، وأحط عليه البصل يتحمر. طيب قبل لا يتحمر عندي البصل بالكامل، راح أحط عليه اللحم المفروم. هنا عندي لحم مفروم عجل، أحمره تقريبا. هنا عندي 400 جرام. قبل لا يتحمر اللحم المفروم، راح أحط عليه 4 فصوص توم كبار. إذا فصوص توم صغار أحط 5. وأقلبها كويس، تتحمر مع اللحم المفروم والبصل كده كلهم مرة واحدة. أحط عليها فلفل أسود وكمان أحط عليها شوية ملح. أحط عليها بابريكا. البابريكا هذه مو حارة. راح أحط عليها الصلصة. أحمص الصلصة مع اللحم المفروم. على فكرة بنات، هذه الوصفة تقدري تعمليها بالدجاج كمان، بس أنا اليوم حابة أعملها بنكهة اللازانيا. أحط عليها تقريبا 2 كوب من صلصة الطماطم أو صلصة المكرونة الجاهزة. هنا عندي تراديشنال سويت كيزر، دائما أكلمكم عنها وأقول لكم إنها لذيذة. فتقريبا هنا عندي 1.5 كوب من الصلصة الجاهزة. أتركها تتثبت 5 دقائق أو 2 دقيقة، بس أحب الصلصة دي تغلي على النار شوية، وبعدين نحط البهارات الإيطالية. فوق ماي حارة، وعلى فكرة الإزعاج اللي برا أنا خلاص اتعودت عليه، صار يوميا، خلاص ما صار يضايقنا، صار في حياتنا طبيعية أصلا. فلو انتم متضايقين منه عذرا عذرا. في نفس الوقت بعد ما حطيت الموية وبدأت تغلي، أحط عليها 1 كوب كامل من الكريمة. سأوديكم صورة للكريمة عشان تسألوني كريمة خف، كريمة طبخ. هذه الكريمة اللي أنا استخدمتها، حطيت 1 كوب منها. وراح أحط كمان جبنة بارميزان أو جبنة موتزاريلا أو سايلة أو تشيدر أو كراف، أو ممكن ما تحطي نهائيا، ما أي جبنة متوفرة عندك حطيها. راح أحط ريحان دباتي. لو حسيت انها ناشفة مرة عادي اقدر اضيف مويه. ما ننسى ان احنا نحط فلفل اسود زيادة، وكمان نحط بهارات ايطالية اذا توفرت عندي. اذا ما توفرت عندي عادي احط زعتر بري. نقلب تغلي 2 دقيقة وصوص المكرونة كده خلص. فسبكناها وزبطناها، نتأكد من الملح كويس، ونروح نسلق المكرونة. في القدر هنا أنا حطيت موية مغلية، وأحط عليها زيت زيتون، وأحط كمية كويسة من الملح، واخليها تغلي بعدين احط المكرونه.
راح احط عليها المكرونه الاقلام هذه. تمام، ما راح احط الكيس كله، يدوب بس 3/4 كفايه. احركها واغطيها مده 10 دقائق تستوي. راح حطيت عليها الطماطم وهي ححطها بالفرن تغلي من تحت وبعدين احمرها من فوق، يعني تقريبا كل الوقت حيكون 20 دقيقة. الكريمة الخفق فيها سكر؟ لا ما فيها سكر، ما فيها، اللي أنا وريتكم صورتها اليوم ما فيها سكر. هذا سؤال مرة سألته كثير، فراح أجاوب عليه في السنابات هذه لكل اللي سألني عن اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة حقتي أنا أخذها من بندا، فأروح عند الجزار أو يعني قسم اللحمة، وأنا أختار اللحمة بنفسي طبعا، تكون لحم عجل بلدي، وأسأله إذا هي جديدة أو لا، فأخليه يفرمها قدامي، لحم عجل بلدي يفرمها قدامي، ما أخذ من المفروم جاهز، حتى لو قال يدوب ومفرم ما لا، يقطع لي الوصلة اللي أنا أبغاها ويفرمها قدامي، فأخذ والله كمية كبيرة، مثلا ممكن أخذ 10 كيلو، وأخليه يقطع لي إياها 400 جرام 400 جرام، وبس هذه هي طريقتي.